بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سؤال، واش البحر حلال العمان ديالو ولا لا؟ حنا الآن دابا في شهر يوليوز في الأخر ديالو، معنا بقات لنا 5 أيام وندخلو لشهر أوجست. هاد السؤال هذا تيخصنا نحللوه، معنا نحللوه بمعنى كاين الحاجة اللي هي حرام الأصل ديالها وكاين الحاجة اللي هي حرام لغيرها، حرام الأصل ديالو بحال الزنا بحال شرب الخمر، أما الحرام لغيره بحال البحر. إذا كان نقي بحال هكا هانتوما هالاتساع كله لا على اليمن ولا على اليسار، ما كاين لا مرا ولا عرق ولا حتى شي حاجة، هذا تعتبر بحر حلال، والبحر اللي حرام هو اللي غيكون فيه الاختلاط. فلهذا خصنا حنايا مؤمنين نطالبوا بحورة تكون حلال، اللي بغى الاختلاط يمشي الاختلاط، واللي بغى التقار والدين والرضا ديال سيدي ربي يجي ليه. فلهذا الحكم ديال الاسلام في البحر فهو حلال، وإلا اختلط به الحرام فهو حرام، وما يهمناش الكثرة ديال الناس ولا شي حاجة، خصنا نردوا البال ونعرفوا الحرام حرام وخا يديروه الناس كلهم، والحلال حلال وخا يديروه غير واحد. والسلام عليكم ورحمة الله.